وين رياض؟ تعال برادتك يا رياض. ها اسامحني بس فايز ثلاث نقاط لازم تحملنا، ما اخذ ثلاث نقاط وفايز كابتن رياض الشراحيلي كابتن المنتخب السعودي، ثلاث نقاط جميله وانتم الاجمل في الاداء اللي حاولتوا تسيطرون على اللقاء، حطيتوا هدفين، اغلقتوا مناطقكم، حاول المنتخب اليمني ولكن المستوى يفرق عنكم. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على هذا الانتصار، فوز اشوفه مستحق، مبروك لنا وللشعب السعودي عامة هذا الانتصار، وهارتلك لشقان منتخب اليمن. اليوم الشباب ما قصروا، قدموا مستوى مميز ونستاهل الفوز. شلون الفريق اليوم؟ تحس انه انسجم اكثر، خاصه ان اليوم بطوله خليج حساباتها اخرى. صحيح، يعني ممكن الفتره ما هي بالطويله مع كابتن سعد الشهري انه يعد الفريق، لكن لله الحمد في الانسجام ظاهر في الملعب، وقدمنا اليوم مستوى يليق فينا والحمد لله. ان شاء الله هذا الفوز يعطينا افضليه في المباريات الجايه. رياض، منتخبكم ميدان سعودي عربيه خالص صار. الحمد لله، ان شاء الله نستمر على هذا المستويات. توفيق. شكرا. شكرا من عندنا.